إذا مشاهدينا نتحدث في هذه الفقرة عن الحال فيما يخص فيروس كورونا، أكثر من 17 مليون شخص أصيبوا إلى الآن بهذا الفيروس. وفقا للإحصاء فإن أكثر من 600 ألف شخص أيضا توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس التاجي في أكثر من 200 دولة. للحديث أكثر تفصيلا عن حالة فيروس كورونا معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ عادل البلبيسي، هو من الأردن، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ عادل. يا هلا بك. طيب، يعني هذه الإحصاءات، أكثر من 17 مليون شخص أصيبوا بكورونا، كيف ترى المنحنى الآن؟ هل هو ثابت في صعود أم في هبوط؟ بداية كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركة. إذا نظرنا إلى المنحنى الوبائي بالعالم نلاحظ أنه في صعود مستمر. يعني إذا أخذنا أول مليون حالة من هذا الوباء التي سجلت منذ بداية الوباء، استغرقت حوالي 3 شهور حتى نصل إلى أول مليون. الآن كل 4 إلى 5 أيام يسجل العالم حوالي مليون حالة. فالأعداد تتزايد، المنحنى في تصاعد، أعداد الحالات يعني قاربت 18 مليون، معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، الهند وجنوب إفريقيا، يعني بتشكل حوالي 50% من الحالات في هذه الدول الثلاثة أو الدول الأربعة. نعم. طيب دكتور عادل، يعني هل نستطيع القول أنه الوضع اختلف بالنسبة للدول التي بدأت بإصابات كبيرة جدا وأيضا أعداد وفيات في هذه الدول؟ أوروبا يعني تحديدا خفت هذه الحدة وانتقلت إلى أماكن أخرى. نعم، نستطيع أن نقول أن الدول الأوروبية، الدول التي بدأت فيها الوباء وتحديدا اللي كان الوباء إيطاليا وإسبانيا منتشر في أوروبا، اللي هي كانت في إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، ما زالت المنحنى فيها يعني آخذا في التسطح، دليل على أنه إذن هي ذروة وصلت إليها هذه الدول الأوروبية. نعم. وانتقلت هذه الذروة إلى الولايات المتحدة ومن ورائها أمريكا اللاتينية. وصلوا إلى ذروة الوباء، ثم انخفض هذا الوباء والآن فيها التسطح. لكن الآن يجب أن على هذه الدول يجب أن لا تتراخى في الإجراءات الوقائية، لأنه في حالة التراخي راح تحدث موجة ثانية من الوباء، وراح يكون في هناك برضو ذروة ثانية من الارتفاع في أعداد الحالات. يعني طيب، الآن أصبحت الإصابات هي مسؤولية الأشخاص أنفسهم. يجب أن نحافظ على 3 ركائز رئيسية في للوقاية من هذا الوباء: التباعد الاجتماعي 1، 2 لبس الكمامات وخصوصا في الأماكن المغلقة والأماكن المزدحمة، و3 غسل اليدين باستمرار. بعتقد أنه العالم يجب أن يتعايش مع هذه 3 ركائز خلال الفترة القادمة، يتعايش مع هذه الركائز لحين وجود لقاح. ما هي الأخبار فيما يتعلق بهذا الشأن دكتور عادل؟ بشأن اللقاحات يا سيدي، يعني بعتقد أكثر من 150 لقاح في العالم هي قيد التجربة، لكن منها يمكن بحدود 10 لقاحات دخلت المرحلة الثانية أو الثالثة. اللي دخلوا المرحلة الثالثة تحديدا لا تتجاوز يمكن 4 أو 5 لقاحات. لكن هذه اللقاحات لقاحات واعدة، يعني لو أخذنا لقاح البريطاني في جامعة أكسفورد، نعم، بنلاحظ أنهم بدأوا بالتجربة بالمرحلة الثالثة من التجارب. المرحلة الأولى والثانية حصلت بنجاح، واستطاعت المرحلة الثانية أن تنتج أجسام مضادة تقاوم هذا المرض. يعني في خلال 14 يوم استطاعوا أنه إنتاج الخلايا التائية، وفي خلال 28 يوم أنتجت الأجسام المضادة.
هذه بجرعة واحدة. ولذلك أنا أتوقع العلماء أيضا أن يكون في هناك جرعتين من اللقاح حتى يعني نسرع عملية إنتاج الأجسام المضادة والأجسام التائية. هذا أحد اللقاحات، وفي لقاح أيضا في أمريكا واعد، وفي روسيا في واعد، والصين الآن أخذت لقاح وتعمل عليه تجارب، حتى في دولة الإمارات في أبو ظبي هناك في تجارب على اللقاح الصيني. نعم أعتقد أنه أن اللقاحات واعدة، وإن شاء الله بس يعني حتى لو أنتج هذا اللقاح، يعني أنا بتوقع أنه من هون لنهاية السنة أحد هذه اللقاحات راح يكون سوف يجد طريقه إلى الإنتاج. نعم نعم يكون تم إيجازه وفي طريقه إلى الإنتاج. لكن هنا تدخل المرحلة الأخرى التي هي إنتاجه بكميات كبيرة وتوزيعه على العالم بهذه الكميات، يعني هذا كمان أعتقد راح يأخذ له فترة من الزمن. نعم يعني من المتوقع الإنتاج على نهاية العام، ولكن يعني عندما يصل إلى العالم كله كما ذكرت حضرتك يأخذ شهورا أخرى. إذا ما زلنا يعني مع هذه الإجراءات الاحترازية يجب أن نستمر فيها. نعم يجب أن نستمر في هذه الإجراءات الاحترازية، وخصوصا أن كل العالم مقبل على الانفتاح. يعني صحيح. الآن كل العالم أصبحت لا يستطيع تحمل الوضع الاقتصادي بالإغلاق. العالم كله متجه نحو الانفتاح. كثير من الدول بدأت حتى بالمطارات وحتى بالسياحة، وأصبح تصنيفا هناك تصنيف للدول الأحمر والأصفر والأخضر. يعني إن شاء الله يعني هذه بداية لتحرك عجلة الاقتصاد والسياحة وحركة الناس من بلد إلى آخر. طب ماذا عن الفيروس نفسه دكتور عادل؟ يعني البعض أيضا يقول أنه يعني قوته خفتت، يعني الحمولة الفيروسية لم تعد كما كان في السابق. والله لا أعتقد ذلك، يعني ويجب أن لا نعول كثيرا على هذا الكلام. يعني إذا لا نعول، ولكن نناقش كل الآراء يعني التي تظهر. نعم 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 نعم. يعني إذا أخذنا نظرنا إلى المنحنى الوبائي ولاحظنا أنه في ازدياد، يعني في ارتفاع، ما بعتقد أنه وقتها من نقدر نقول في هذه اللحظات أنه قوة الفيروس قد ضعفت أو لا. بعتقد أنه قوة الفيروس ما زالت كما هي، وانتشاره في العالم انتشار سريع. هل شدة الأمراض التي يصيبها ممكن أن تكون أقل؟ لأنه لحد الآن يعني العالم الدراسات بتبين أنه حوالي 40% من الحالات قد لا تظهر عليها الأعراض، و 40% ممكن تكون أعراض خفيفة قد لا تحتاج إلى دخول المستشفيات. شكرا جزيلا لك على كل هذا التحليل. كنت معنا دكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية.